أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: عرفوا لنا الربا ومتى يكون الربا في البيع والشراء حتى نجتنبه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الربا خطره عظيم وأكله كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب بعد الشرك، وهو من السبع الموبقات. قد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا في اللغة الزيادة، يقال ربا الشيء إذا زاد، ومنه الربوة وهي المكان المرتفع من الأرض. وأما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه الستة يدخلها الربا إذا بيع بعضها ببعض، ويقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها. فإذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع الجنس بجنس كالبر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وكذلك ما شاركها في علة الربا، إذا بيع الجنس بجنس من هذه الأشياء أو ما شاركها في العلة، فإنه يجب أمران: تساوي في المقدار، والتقابض في المجلس. أما إذا بيع جنس بجنس آخر، كما لو بيع البر بالتمر أو بيع الذهب بالفضة، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بيع الذهب بالفضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية اليوم، وهي من جنسين مختلفين كالدولار بالريال السعودي، جاز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض في المجلس. فالربا إذا نوعان: ربا فضل وهو الزيادة بين جنسين تحدى في علة ربا الفضل، وربا نسيئة وهو التأجيل والتأخير عن مجلس العقد. ومن أنواع الربا القرض بالفائدة، قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض عقد إرفاق يقصد منه دفع حاجة المحتاج ثم يرد بدله إلى المقرض، والقرض عقد إرفاق وإحسان للتوسعة على المحتاجين ثم يردون ما اقترضوه إلى المقرضين، فلا يحصل كل منهم على خير، فالمقترض يحصل على التوسعة بالقرض، والمقرض يحصل على الأجر ويرجع إليه رأس ماله ولا يضيع له شيء. فإذا أخذ زيادة على القرض فهذا هو الربا الصريح بإجماع أهل العلم. فالقروض التي يؤخذ عليها زيادات، القروض بالفوائد، هذه ربا صريح بإجماع أهل العلم، سواء كانت من أفراد أو من مؤسسات أو من بنوك أو غير ذلك. فالربا خطره عظيم وشره مستطير، قد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم.